تحضرك للمستقبل. كل يوم كل مساء عبر الحرة. مشاهدينا أهلا بكم مجددا من بيروت. قدمت الفنانة ياسمين حمدان عرض خاص ببيروت آرت سنتر أمام مجموعة من متابعي أعمالها الغنائية. تميز هالعرض بمشهدية فنية أدتها ياسمين بتناغم مميز مع موسيقى الأغنيات، وكل الأغنيات من ألبومها الجديد اللي أطلقته بلبنان خلال هذا العرض بيحمل اسمها وأسلوبها الغنائي الخاص. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي لزميلي ساندرا سعد. البعد عنه طار مشتد الشوق يوصل. خلف ستارة بيضاء راح يتراقص ظل ياسمين حمدان، وكسر صوتها الصمت السائد في الصالة. يعني مثلا بهذا الألبوم كان عبالي روح أعمل شيء شوي فولك مع جيتار، سجل باستوديو صغير مع البروديوسر اللي اشتغلت معه اللي هو اسمه ماركولان. أضافت ياسمين حمدان طابعاً خاصاً بها على الأغنية العربية، فأنتجت أغنيات جديدة وأعادت تسجيل أغنيات قديمة لعمالقة الفن العربي. بحب غني بالمصري، بحب غني باللبناني، بحب نوع، بحب غني بشوي بالكويتي، بحب غني بالعربي الفصحى. دايماً أغاني مرة عم تتوجه للرجال. بالأغاني العربية مثلاً لما تسمع عبد الوهاب عم بغني لمرة بكون عم بغني للرجال، يعني بغني بالمذكر. بقى هذا شيء كثير بيعجبني، لأنه كل الأغاني القديمة فيها أنا كمرة فيني غنيها. وتطفي النار ناري وخلص من عطاري، وتطفي النار ناري بدأت ياسمين العمل مع الموسيقي زيد حمدان بفرقة سوب كيلز أو الصابون يقتل، ثم تعاملت مع موسيقيين أجانب كامير ويز ومارك كولا. يعني سوب كيلز كان شوي تريب هوب، في أغاني أنا كتبتها أو زيد كتبها. ياس كان شوي إلكترو بوب، يعني مير ويز وحدا مثلا اشتغل مع مادونا هو اللي عمل له ألبوم ميوزك. ما بوصل فكرة الليركس، أنا I'm here on top of things. اشتغل مير ويز سنتين ونص على صوتي على الأغاني، مش فاهم شيء، بس في صوتي مثل آلي، يعني عم بحسها مثل آلي بالإيموشن تاعيتها أو بالريذم تبعها. بحسب قولها تحب ياسمين العمل بحرية وتحرص على أعمالها الفنية. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت. وهذا الألبوم الجديد كانت أطلقته ياسمين حمدان خلال شهر أيار مايو الماضي عام 2012 بفرنسا، قبل إطلاقه بعد حوالي 6 أشهر ببيروت. اليوم طبعا فيه المزيد بانتظاركم، وبعد هذا الفاصل تتابعون من دبي في فيلم تقاسيم الحب للمخرج المصري يوسف أديب، ثنائية حب جديدة تغير الأفكار الاجتماعية التقليدية. ابقوا معنا.